الحادث الذي أدى إلى استشهاد السيد رعد تركي عبد الحمزة الموسوي رحمه الله عبد العزيز رحمه الله وأسكنه فسيح جناته المنتسب في الشرطة الاتحادية إحدى المؤسسات الأمنية العراقية البطلة والتي تؤدي دور كبير في استقرار الأمن والنظام في كل أنحاء العراق وكذلك تصديها لعصابات داعش المجرمة وقدمت كوكبة من الشهداء والتضحيات في سبيل الوطن مما جعلها صمام أمان للوطن والمواطن وحيث يتم الاعتداء على أفرادها ومنتسبيها بالصورة المشينة من قبل مجموعات تحمل سلاح منفلت وخارجة عن القانون وبالشكل الجماعي ولم يكن تصرف فردي أوجب علينا جميعا الوقوف مع المظلوم ونصرة الحق وردع الباطل ومحاسبة المتمردين أشد حساب وإن من لا يحترم القانون العراقي ليس له مكان بين أطياف شعبنا وبدورنا نناشد السلطتين القضائية والتنفيذية باتخاذ أشد العقوبات وسرعة إنزال القصاص العادل بهم وأن يكون قضاؤنا العادل المظلة والسند الذي يحمي منتسب الأجهزة الأمنية ليتحلى المنتسب بالقدرة والشجاعة على أداء واجباته.